ده رندر للسيارة من الرير فيو. هنشوف ازاي نعمل رندر عن طريق شوت تانية وزاوية تانية للكاميرا. ده المشهد بتاعنا. المشهد عبارة عن دوم و جوه السيارة، وده كده الفيو. طبعا بما اننا هنستخدم زاوية تانية للكاميرا، هنستخدم الزاوية ديت. هنغير شوية الانجل اوف فيو، هنغير الفوكال ديبس 66 نخليه 90 اعتقد. خليه وليكن 80، تمام. بالنسبة لي الويلز هنروح للإيديت فيو، طيب طيب مبدئيا مش هنحتاج اللايت ده. ده كده نحتاج اول لايت هنستخدمه اللي هو الباك فيو، الباك لايت. نختار تاني اللايت، وده انجل الكاميرا. هنحرك اللايت سكيل في الاكس، ونحرك اللايت بهذا الشكل. ده يكون عندنا اول لايت. ايه ممكن نحركه اكتر في الزاوية ديت. خلينا نشوف تأثير اللايت ده، تأثير الهورايزن، تمام. هنزود الإضاءة شوية بهذا الشكل، ولو حركنا اللايت هنا كده هيكون التأثير أكتر. خلينا نشوف التأثير. ده كده تأثير مناسب. طيب بالنسبة لي الأرضية الفلور، هنضيف بلين، هنزود البلين ده كده وليكن سكيل. الدوم هنحركه شوية للأسفل، ونحرك البلين للأعلى هكذا. لكن البلين نفسه خلينا نحركه في الكاميرا. هنسمي فلور، والماتيريال هنسميها فلور. ثم بعد ذلك سبيكولار 1 رفنس بوينت 3. خلينا نشوف التأثير. ممكن نزود. طيب هنزود بقى الإضاءة للأريا لايت، هنخليها وليكن هنقول 15000. سبيكولار 1 ميتاليك 1 طيب كبداية كويس. خلينا نقول 17. طيب ممتاز جدا. بالنسبة لي الجلاس الكالر هيكون هكذا. ده كده تاني خطوة. تالت خطوة بقى نضيف لايت. احنا عندنا زاوية، هنضيف لايت في هذا الاتجاه، في السبوت ديت والسبوت ديت والسبوت دي. يعني هنا في لايت، هنا هيكون في لايت، هنا هيكون في لايت. ممكن نضغط على ده والشيفت دي، رأي ليفت، لايت ليفت، لايت ليفت،
هيكون وليكن هنعلى بقى وليكن 50,000. خلينا نشوف اللايت هيكون ازاي. ده نفس ال الفرق. خلينا نشوف الفرق في الإضاءة. هيعمل اللي هو التأثير ده. هنحرك بقى اللايت شوية بحيث هيكون هنا كده ولا يكون ممكن نقسم الشاشة نصين. ده كده الفيو، ده ال طيب احنا كده حركنا بهذا الشكل. لسه في عندنا جزء هنا، هنشوف هل الزاوية هي فعلا الزاوية المطلوبة. نخلي ده وليكن في 2، هنضرب ده في 2 ونحرك في هذا الاتجاه. ممكن نعلى شوية طيب حرك ده شيفت دي في الار هكذا. هو ده احد ان في عندنا لايت والتاني والتالت. ده احد الستايلات. خلينا نجرب على 6 يعني تيست رندر على 100. تمام، ونضغط رندر. هو مبدئيا بعد الرندر في عدة تعديلات. اولا الفلور هنقربه شوية من الويلز بحيث ما يكونش كأن السيارة طايرة بهذا الشكل. ثانيا الباك لايت، مش الكي لايت، هنقللها شوية. يعني الخلفية مضيئة أكتر من اللازم، مش ده المطلوب. المطلوب بس الكيرفيتشر تكون واضحة مش أكتر. فده هنعدل النقطتين دول.